ناخد النهارده الاسس النسبيه. الاسس النسبيه ايه معنى الاسس النسبيه؟ الاسس النسبيه احنا عارفين لما اقول الجذر التكعيبي للايه، او اقول الجذر التربيعي للبي، عشان احطه على صوره اس نسبي يعني بسط ومقام. هنا الاس اللي جوه ده واحد. قلت قبل كده ان رتبه الجذر توضع في مقام الاس. طب هنا الاس واحد بس الواحد ما بيتكتبش، الرتبه هنا ثلاثه، يبقى اقول على ثلاثه، يبقى ده اس نسبي يعني بسط ومقام. هنا بي ده جذر تربيعي، يبقى واحد على اثنين. طيب لما اقول الجذر التربيعي لسالب مثلا 25، دي معناها ايه؟ معناها سالب 25 الكل اس نص. ال 25 دي معناها 5 اس 2 كل اس نص. السالب دي للجذر التربيعي معناها اي، سالب واحد تحت الجذر التربيعي معناها اي، والخمسة أس اتنين تطلع بخمسة، يبقى خمسة اي. طيب لو قلت الجذر التكعيبي للمية 125، المية 125 دي خمسة أس تلاتة، يبقى الأس اللي جوه ده تقسيم رتبة الجذر توضع في مقام الأس، يبقى على تلاتة، يبقى الناتج خمسة. طيب هنبتدي ناخد مسائل من كتاب المدرسة ونشوف هو عايز ايه. أول سؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي اكتب ايه أس واحد على خمسة على صورة جذرية. كيفية كتابة الأس النسبي على صورة جذرية. أول سؤال بيقول لي إيه أس خمس؟ تاني سؤال بيقول لي جذر الثامن لسي، بس ده بقى عايزه إيه؟ على صورة أسية، ده على صورة جذرية، يبقى رتبة الجذر جذر خامس، يبقى هقول الجذر وأحط رتبته هنا خمسة، وتبقى ايه؟ أس واحد، الواحد ما بتتكتبش. طيب دي هتبقى سي، طبعا هنا كأن واحد بس الواحد ما بيتكتبش، يبقى واحد على تمانية. يبقى كده أول سؤالين موجودين في هذا الدرس. السؤال اللي بعد كده مثلا مكتوب بسط أوجد قيمة العبارة. أوجد قيمة العبارة 256 أس 3 على 8. ال 256 هو بيقول لي أوجد قيمة العبارة. ال 256 دي عبارة عنها 16 ضرب 16. ال 256 عبارة عنها 16 ضرب 16. وأنا في القدرات كاتبة الكلام ده في أول حصة في القدرات، وقلت لازم تذاكروا الكلام ده. ال 16 الأولى 2 أس 4، في ال 16 الثانية 2 أس 4. في الضرب بنجمع الأسس، يبقى 2 أس 8. يبقى أنا هشيل ال 256 وأحط 2 أس 8، الكل أس 3 على 8. الأسس بتتضرب في بعض، يبقى دي معناها 2 أس 8 ضرب 3 على 8. ال 8 دي هتروح مع ال 8 دي، يبقى الناتج 2 أس 3. 2 أس 3 يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 يعني 8. طيب نشوف اللي بعد كده. بيقول لي أوجد بسط ما يلي. بسط ما يلي، تبسيط إيه بقى؟ نشوف كده مع بعض. بيقول لي بيه
أس واحد على أربعة ضرب ب أس تسعة على أربعة. طيب عشان أبسط دي في الضرب، في ضرب الأساسات الواحدة بنجمع الأسس، يبقى ب أس ربع زائد تسعة على أربعة، يعني ب المقامات متوحدة على أربعة وواحد وتسعة عشرة. ممكن أختصر البسط يبقى ب بالإسم على اتنين يبقى خمسة، والمقام على اتنين فيها الاتنين، يبقى أنا كده بسطت على قد ما قدرت. طيب السؤال التاني R ما قاليش حطيها على صورة أسية أس نسبي ولا أي حاجة، قولي بسطي، فأنا بسطتها لآخر حاجة R أس سالب خمسة على أو أربعة على خمسة، مكتوب أربعة فوق وخمسة تحت. أولاً الأسس مش هتختصر، يعني البسط مش هيختصر مع المقام في الأس، ده أربعة وده خمسة. لكن أنا هبسط إزاي؟ ممنوع ترك الأس سالب، لو كان فوق بحطه تحت، ولو كان تحت بطلعه فوق. إيه تحت وإيه فوق؟ يا ابني أي حاجة مكتوبة معناها مفيش مقام، معناها إن مقامها واحد، يبقى أنا هخلي ده بالموجب، يبقى لازم أنزله تحت، يبقى ده معناه واحد على R أس أربعة على خمسة. لما كان فوق كان بالأس السالب، نزل تحت بقى بأس إيه يا ولاد؟ بأس موجب. طيب هل يا تيتشر هتسيبيه كده؟ لا ما ينفعش أسيبه في المقام لأن ده جذر، هضرب فيه مرافق المقام. وما هو مرافق المقام؟ اللي هو طبعا واحد على R أس خمسة على أربعة، هضرب فيه R أس خمسة على أربعة في R أس خمسة على أربعة في R أس خمسة على أربعة في R أس خمسة على أربعة. كم مرة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، المفروض أربعة بس عشان الأربعة دول يطلعوا من تحت الجذر. طيب هنضرب فوق نفس الكلام، طبعا دي معناها الجذر الرابع لكام مرة؟ أربع مرات، لآر أس خمسة متكررة أربع مرات. طيب هضرب نفس الكلام فوق، يبقى آر أس خمسة على أربعة، آر أس خمسة على أربعة، آر أس خمسة على أربعة. دي طبعا أربعة بتاعت اللي جوه جمع الجذر، هيبقى المقام آر أس خمسة. طيب البسط، البسط هيبقى ايه؟ هيبقى الجذر الرابع طبعا ده هيتجمع، هيبقى 15 على 4، يعني الجذر الرابع لآر أس 15. الآر أس 15 دي معناها ايه؟ معناها الجذر الرابع لآر أس 4 في آر أس 4 في ده كده 8 في آر أس 4 كده كام؟ 12 في R أس 3. دي هتطلع بR واحدة، ودي هتطلع بR واحدة، ودي هتطلع بR واحدة، هيبقى دي تطلع بR طبعا على R أس 5، دي تطلع بR، والتانية تطلع بR، والتالتة هتطلع بR، الجذر الرابع لR 3 على R 5. طبعا دي معناها R في R في R في R في R، ثلاثة من فوق هيجيهم مع ثلاثة من تحت، هيتبقى لي R تربيع تحت وفوق الجذر الرابع لR تكعيب. خلاص يا ولاد؟ طيب نشوف سؤال تاني، سؤال تاني وأفكار جديدة. شوف كده معايا، نمسح هنا. مثلا بسط دي خمسة ايه كتاب صفحة 212، بسط الجذر الرابع اللي 32 على الجذر الثالث لاثنين. اعمل دي ازاي؟
ال 32 عبارة عنها 2.5، يبقى دي هعملها على صورة 2.5، 2.5، وده الجذر الرابع، وده الجذر الثالث لاثنين. الأس اللي هو رتبة الجذر توضع في مقام الأس، يبقى معناها 2.5 على 4 تقسيم 2.1 على 3. لما يكون الأعداد نفسها الأساسات واحدة بنطرح الأسس، يبقى دي 2.5 على 4 ناقص 1 على 3. هضطر أعمل إيه؟ هضطر أوحد المقامات في الأسس، يبقى هضرب هنا في 4، هضرب هنا في 4، هضرب هنا في 3، هضرب هنا في 3. 15 ناقص 4 تديني كام؟ 15 ناقص 4 تديني 11، 11 على 12. يبقى دي كده قصدت الجذر اللي أنا شايفها. طيب السؤال اللي بعده، ضع على صورة جذرية 10.1 على 4، عشان أحطها على صورة جذرية يبقى الجذر الرابع لعشرة. سؤال تاني، ضع على صورة جذرية x.3 على 5، يبقى رتبة الجذر الخامس، ودي x.3. طيب نشوف مسائل تانية. الجذر الخامس ل 64 على الجذر الخامس ل 4. لما تكون رتبة الجذر واحدة يبقى أنا ممكن أحطها على صورة الجذر الكلي كده الخامس، طالما نفس رتبة الجذر ل 64 على 4، هتديني الجذر الخامس 6 على 4 فيها الواحد وتبقى 2، 24 على 4 فيها 6. يبقى أنا كده حطيتها في أبسط صورة. طب هل هو عايزني أحطها في صورة تانية ولا إيه؟ هو عايزني أحطها في صورة جذرية ولا أسية؟ أس نسبي، أس نسبي. يبقى هحطها على صورة الجذر الخامس، الستاشر دي عبارة عنها 2.4، يبقى الناتج 2.4 على 5. طيب هنا سؤال تاني، بسط العبارة، مديني واي أس كام؟ سالب 3 على 4 وبعدين سالب 1 على 4. الأسس بتتضرب في بعض، سالب في سالب بموجب، ويبقى 3 على 16. يبقى دي أبسط حاجة أحطها كده. طيب ايه اس 7 على 4 في ضرب ايه اس 5 على 4. لما اكون بضرب والاساسات واحده بنجمع الاسس، هيبقى الناتج ايه؟ أس 12 على 4 جماعة الأس ده زائد الأس ده، المقامات متوحدة 4 و7 و5 12، 12 تقسيم 4 فيها 3، يبقى الناتج إيه؟ أس 3. كده قلنا أفكار كتيرة جدا في الدرس. في فكرة واحدة اللي هي دي، ودي بتيجي في القدرات، الجذر الرابع للجذر التربيعي ل 256، ودي مالية القدرات. هنجيب الأول اللي بالداخل، يعني هنجيب الأول اللي بالداخل ده، ده اللي بالداخل نخلصه الأول. يبقى الجذر الرابع، الجذر التربيعي ل 16 في 16، ال 256 16 في 16، تطلع من تحت الجذر ب 16 واحدة. ال 16 دي معناها 2.4. رتبة الجذر توضع في مقام الأس، كأني بقول 2.4 تقسيم 4، يبقى الناتج 2. كده احنا غطينا على معظم أفكار الدرس، وإلى اللقاء
في درس قادم بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.